لكن هناك حديث يعني عن ضغوطات تمارس على الكتل وعلى النواب الذين يعني يطالبون ويرغبون باستجواب وزير المالية. ما أعتقد إذا أكو ضغوطات فهي ضغوطات مالية، ماكو ضغوطات. الكتل ما حد يمارس عليها ضغوطات، الكتل هي تمارس ضغوطات على الأفراد أبدا مطلقا. وللعلم لو كانت هنالك إرادة حقيقية لاستجواب بإخراج وزير المالية أنا أعتقد بيوم وليلة يصير. ليش رئيس هيئة الإعلام والاتصالات اصلا كان حتى موضوع التصويت عليه وموضوع كله انا عندي بملاحظات حتى موضوع استجوابه.